والسيده تفرقع عليها التيم شات عندهم الصباح قالوا لها غنلحقوا لكم وما جاوش لا راه ما يباليها طوالي سي الياس واش مشكل تاع الياس باقي ما واش كاين الناس داروا على حاجه بالله علينا كنتاسفوا كنقول يا ليت انا ما نكونوش هنا في هذه البلاصه انا وحشومه كنقول لها غنديروا نهار اللي باقي يجي عندنا شي واحد كانوا يقولوا لنا تجي الميزانيه هادشي اللي كانوا يقولوا لنا كانوا يقولوا لنا تجي الميزانيه دابا ملي جات الميزانيه سمعنا دابا سمعنا دوزون غابت العرعار غيصلحوا بها جرده وين البشر خاصو اسبقيا البشر اللي مريض والوليدات كيمرضوا بالحساسيه اللي كيعانوا من هذيك الريحه الكريهه هذه الميزانيه جات دابا باغا تروح لجهه اخرى هذه الميزانيه اللي جات ما باغاش تدوز طريق الوحده اللي مهم مشاو اهمال فيها باغا تزيد لجهه اخرى من خاك لخاخك حنا راهنا عيينا من هاد من هاد الصداعات البشر اللي مريض والبشر اللي متبع الدويان الطيبة حنا هوراقينا هازينهم معانا خاص البشر هو الاول يعطقوه من هذيك الريحه هاد النداء خاصو انا لسيدنا يشوف من حالنا ويهضر مع المسؤولين راه ما دايرين معنا حتى حاجه راه شحال من عام راه 20 عام باش دخلنا الموطن وحنا كنمشيو نجو وحنا جينا وسط لوتيسمات دارو بينا وحنا بقينا الوسط وحنا الويدان تاعنا مهودين على لوتيسمات حنا هذوك الناس ولينا مقرفسين عليهم الناس كل جات من كل من هي حاجه وشاريه الملك تاعها غالي وسكنوا في بغاو يسكنوا في النقاق الساعه لقى واحد فيلاج وسط منهم ملوت مخرج الواد حار ديالو كاب على في الزنقه كاب على برا الويدان هاني دايره داك الشيء في الماء في التليفون ها هو اللي بغيتو نوريه ليكم حنا اللي بغينا حنا نعيشوا بحال الناس بكرامتنا ونعيشوا تحنا تلحلينا 10 جمنا تحنا دخل لنا هوا زوينا نشموها مراضين وبغينا تحنا نشموها هوا زوينا اش كيدخل لنا حشاك غير الريحه الكريهه اللي كيخوف والله كنت جيت من تهرب ملي كيخول لي عاد